السلام عليكم ورحمة الله. نتابع اليوم مع طلاب الصف السادس الابتدائي بعد ما انهينا الوحدة الرابعة إن شاء الله مع بعض وحلينا الأسئلة. اليوم راح ننتقل لوحدة جديدة وموضوع جديد كليا بيختلف عن المواضيع اللي أخذناها. الوحدة الخامسة واللي هي بعنوان الأرض المتغيرة. طبعا الوحدة كالعادة بتتضمن فصلين، يعني الفصل الأول بيحكي نظرية الصفائح الأرضية، الفصل اللي بعده بيحكي عن أثر حركة الصفائح الأرضية، بمعنى الكرة الأرضية اللي نحن بنعيش عليها كوكب الأرض. بالنهاية هو شلون من شو مكون، شو طبيعته، شو يعني هي الصفائح الأرضية، هذا راح نتعرف عليه. طب مثل ما أنا شايفين هون هذا مثل مخطط لكوكب الأرض. طبعا هذا المخطط ليس كروي وإنما أفقي. هاي الخطوط الحمراء اللي نحن شايفينها هون مع بعض هي بتبين حدود الصفائح اللي تم اكتشافها. طبعا لحظة، إذا لاحظنا حدود الصفائح لا تتفق مع حدود مثلا القارات اللي عندنا إياها، لاحظ بعض الحدود داخل القارات ولاحظ بعضها داخل المحيطات نفسها. إذا هون نستنتج أنه فكرة الحدود اللي نحن شايفينها الحمراء هاي بين الصفائح، لاحظوا حتى هاي الصفيحة مثلا داخل المحيط نفسه مختلفة، ما لها علاقة بشيء. بعض الأحيان ممكن يعني تلاقيها أنه والله ما تشبه الخطوط القارية، وبعض الأحيان لا يمكن تشبه. هلا نتعرف مع بعض شو هي. هون في عنا تتجزأ القشرة الأرضية إلى مجموعة من القطع أو الألواح. هلا رح نشوف الصفائح الأرضية بهذا الدرس إن شاء الله، وبعدين حركة الصفائح الأرضية. مثل ما أنا شايفين هلا هون هالصورة نحن شايفين مجموعة من الجبال. هون تختلف معالم سطح الأرض وتتنوع تضاريسها، بمعنى نحن السطح الأرض اللي عايشين عليه منلاحظ بعض المناطق جبال عالية، بعض المناطق وديان، بعض المناطق ممتدة سهول، بعضها صحراء، بعضها يعني في اختلاف في الشكل من الارتفاعات الشاسعة والتضاريس القاسية، لا انه تضاريس ممهدة سهلة، بعضها في انهار، بعضها في بحيرات. هلا هذا اللي شايفينه احنا فوق سطح الارض، التغيرات المختلفة نفسه موجود تحت سطح البحر. تحت البحر نحن تحت المياه وقاع البحار والمحيطات ايضا ليست هي ارض ممهدة، وانما ايضا يوجد فيها ما يشبه الجبال والتعرجات، وبعض المناطق اغمق من بعض المناطق. لكن نسمع انه عندي انا مثلا المحيطات غمقة 500 متر، 1000 متر، 2000، 5000 لل 10000 و 11000 متر. يعني نحن عندنا أعلى جبل باليابسة الأرضية هو مثلا قمة جبل الهيمالايا، لسه في داخل المحيطات نقطة أعمق منه أكبر من هالجبل. يعني إذا أخذنا هالجبل مثل ما هو حطيناه داخل هذا الخندق الموجود لسه رح يزيد مساحة ومسافة بزيادة. فإذا هون التغيرات المختلفة للتضاريس السطحية إن كان لليابسة أو للبحار. طبعا نحن كبشر يعني منلاحظ أكثر هي التغيرات على سطح اليابسة. ليه؟ لأنه يعني نحن بالنهاية ما بنعيش بالبحر. هلا بعد الاكتشافات وصار في غواصات وفي تصوير السونار وكذا، لاحظوا انه فيها التغيرات مثل ما موجوده هون موجوده بالبحر، ومثل ما بنشوف اوقات براكين وزلازل مثلا على اليابسه في مثلها بالبحر ايضا. اذا فكره هون نحن راح وصلنا، اذا في عندي انا الكره الارضيه القشره الخارجيه منها هي بتتميز بصفات كل نفسها تقريبا بكل الاماكن، كان فوق البحر او تحت البحر. هاي نقطة. هاي الآن نبلش بالصفائح الأرضية. هلأ كرة الأرضية بشكل عام مثل ما حكينا هي ما أنا شكل كروي كروي، وإنما شكل مفلطح أقرب للبيضوي بعض الشيء. عند خط الاستواء أعرض من منطقة القطبين، تمام؟ هلأ أي شيء أي شكل، فهون يا ترى الأرض هل هي مثل ما أننا نحن عايشين عليها من فوق من قلبها نفس الشيء لما في اختلافات يا ترى؟ لا نشوف. هلا هون من السنوات السابقة تعلمت أن الكرة الأرضية تشبه ثمرة الخوخ. وفقا لهذا التشبيه فإن الأرض تتكون من طبقات متعددة، يعني طبقة وتحت طبقة وتحت طبقة. إذن في هون عدة طبقات، هاي تختلف عن هاي، تختلف عن هاي وتختلف عن اللي تحتها، تختلف فيما بينها من حيث التركيب والخصائص، تمام. سميت الطبقة التي نعيش على سطحها بالقشرة الأرضية،
أيوة القشرة، أنا مش فالقشرة الأرضية هي الجزء الظاهر من سطح الأرض، والتي تمتد لعمق عدة كيلومترات من سطحها، وهي ترتفع في بعض المناطق مكونة جبال وتنخفض في مناطق أخرى مكونة السهول وأعماق البحار. إذا نحن الكرة الأرضية كلها، القسم اللي نحن عايشين عليه واللي موجود البحار والمحيطات سميت بالقشرة. ونحن لما بنسبه نشبه قشرة الشاي، ليش سميت القشرة مو سميت الطبق؟ لأنه رقيقة. القشرة الأرضية اللي نحن عايشين عليها إذا قمنا نقيسها على باقي سماكة الكرة الأرضية تعتبر قشرة جدا رقيقة. يعني مثلا إذا عندنا تفاحة، فلما بنقشر التفاحة إذا قمنا نشوف سمكة التفاح بالنسبة لباقي التفاح كتير سماكة رقيقة. نفس الشيء البيضة مثلا، لما بنقشر البيضة بنشوف القشرة اللي من برا صلبة ومن جوا بتلاقيها أقل صلابة، تمام؟ وهذا الشيء بيشابه الكرة الأرضية. الكرة الأرضية هذا كل شيء اللي عايشين عليه وشايفين البحار والمحيطات والجبال والتغيرات، ومكان أسمك من مكان ومكان أرق من مكان، كل هاي تعتبر قشرة رقيقة بالنسبة لباقي الكرة الأرضية. طبعا مثل ما قلنا أنه ممكن يكون بعض الأماكن أسمك من أماكن أخرى، هذا أمر طبيعي. بعض الأماكن اللي فيها جبال أكيد حيكون سماكة القشرة الأرضية أكثر من الأماكن فيها وديان أو تحت البحر حتى، فهون هي بتختلف. ولكن بالنهاية كلها تعرف القشرة الأرضية. إذا الجزء الظاهر اللي نحن عايشين عليه بيحتوي كل شيء كائنات حية، وكل شيء جبال وبحار ومحيطات كله سميت بالقشرة الأرضية. هلا لنشوف باقي طبقات الأرض. هون مثل ما أنا شايفين بالرسمة، إذا هون أخذنا هيك مقطع عرضي للأرض قصيناها بالنص، شوفوا القشرة الأرضية قديش رقيقة، هاي كل شيء نحن عايشين عليه. تحتها شوفوا هون قديش سميكة بالنسبة لها، وفي هاي قديش لسه أسمك وقديش هون. إذا هون بدلنا القشرة إنه قديش سماكتها، مو مساحتها، نحن عم نحكي السماكة. إذا تكون القشرة الأرضية من 3 طبقات رئيسية، هي قشرة الأرضية والستار واللب. طبعا اللب نفسه منقسم، اللب الخارجي واللب الداخلي، أو في بعض مثلا المصطلحات ممكن إذا قريتوها على النت ولا شيء فتسمى النواة الداخلية والنواة الخارجية. تتكون القشرة الأرضية من نوعين. هلأ نفس القشرة الأرضية هي اللي نحن عايشين عليها إلا نوعين، القشرة القارية والقشرة المحيطية. طبعا القشرة القارية هي القسم الجاف اليابس اللي نحن عايشين عليه. القشرة المحيطية هي القشرة شو اللي بتكون تحت البحار والمحيطات. إذا تتكون القشرة القارية من صخور بنسبة كبيرة، وتنعدم هذه القشرة في المحيطات، تمام؟ هلا ترى القشرة المحيطية تحت المحيطات وتحت القشرة القارية، وتتكون من صخور بركانية. هون هون شو مكونات القشرة المحيطية؟ إذا صخور بركانية. هلا هي الأكثر انتشارا من القشرة القارية، ليه؟ لأنه أساسا المحيطات والبحار أكثر من اليابسة. ثانيا تحت القشرة القارية شو في؟ قشرة محيطية، وكثافتها أكثر. دليل كثافتها أكثر، لهيك هي أعمق. كل ما كانت كثافة الشيء أعلى، كل ما كان بينزل لتحت أكثر. أما الطبقة الثانية، هلأ هون خلصناها، لهون خلصنا الطبقة الأولى. الطبقة الثانية من طبقات الأرض والتي توجد أسفل طبقة القشرة الأرضية فهي الستار. إذن هون اسمه الستار، وهي طبقة تتميز بأنها أكثر سمكا من القشرة الأرضية، أكثر سمكا بكتير، وتعد مصدر الحمم البركانية. شو يعني هذا الحكي لما إنه تعد مصدر الحمم البركانية؟ نحن إذا شفنا فيديو لأي بركان فبنشوف عم يطلع منه حمم بركانية، هي عبارة عن صخور منصهرة دايبة من كثر الحرارة. فهذا بدلنا إنه هاي منطقة الستار منطقة حرارتها جدا عالية، لأنه منها أساسا بينشأ شو؟ الحمم البركانية اللي بتطلع على ظهر القشرة الأرضية. فإذا هون درجة حرارة الستار عالية جدا، وهي أساسا مكونة من مجموعة من الصخور والمعادن المنصهرة مع بعضها البعض. أحيانا قسم منها بيطلع على القشرة الأرضية بيعملنا هاي البراكين والانفجارات والشغلات المهولة. فإذا الستار بتميز أكثر سمك من القشرة، ثانيا هو مصدر الحمم البركانية، تمام؟ وفينا نضيف عليه حرارته جدا عالية، وهو مكون من صخور منصهرة. هلا بنشوف الطبقة الثالثة والتي تلي طبقة الستار، يعني تحتها، تليها لتحتها.
تسمى طبقة اللب وتقسم إلى قسمين، طبقة اللب الخارجي أو مثل ما قلنا النواة الخارجية، وطبقة اللب الداخلي أو النواة الداخلية، وهي الطبقة الداخلية للأرض والتي تمثل مركزها. طبعا هو فينا نزيد عليها معلومات راح تعلمها بعدين. النواة أو اللب الخارجي واللب الداخلي. اللب الخارجي كمان يشبه الستار، إنه حرارته جدا، طبعا كلهم حرارتهم عالية، بس كمان إنه عبارة عن صخور ومعادن منصهرة. أما اللب الداخلي فهو بالرغم إنه حرارته لسه عالية قدهم كلهم، بس هون عبارة عن معادن شو صلبة. ما هي آخر الأبحاث اللي كانوا عم يحكوا عنها. إذا مركز نحن هون، عندي ثلاث طبقات القشرة اللي هي رقيقة كتير وباردة. ليش بالدليل أنها باردة؟ لأنه لما أنا باردة ما كنا لقينا صخور جافة صلبة. الستار هو أسمك بكتير وتحت القشرة، بس هو مصدر شو؟ مصدر حمم بركانية، واللي هي صخور منصهرة ودايبة وكذا. هذا بدلنا أن درجة حرارته جدا عالية. بعدين عندي اللب الخارجي والداخلي، تمام؟ هاي الطبقات الثالثة. هلا ننتقل، ما الغلاف الصخري وما الغلاف المائع؟ نحن كلمة غلاف يعني الشيء الذي يغطيه. تعلمت أن الأرض تتكون من ثلاث طبقات، تمام، لكن هل تكون هذه الطبقات متشابهة في حالتها الفيزيائية؟ الفكرة الحالة الفيزيائية، إذا تذكرنا شو يعني الحالة الفيزيائية؟ الحالة الفيزيائية طلاب هي إما مثلا عندي المي، الماء، فحالته الفيزيائية لما بيكون نحن حطيناه بالفريزر حالته الفيزيائية صلبة، ولما بيكون برا عم نشرب وشرب فحالته الفيزيائية سائل، وإذا غليناه وحطيناه على النار فبتحول لغاز فبيكون حالته سائلية غازية. فإذا الحالة الفيزيائية لمادة واحدة إما صلبة أو سائلة أو غازية، هاي معنات الحالة الفيزيائية. بتحكم بهدول هو كلها اختلافات درجة الحرارة. تبين أن طبقة العلوية من الستار تكون صلبة. أيوة تمام. نحن شو عم نحكي هون؟ الستار. طيب ليش لأن الطبقة العلوية من الستار تكون صلبة؟ لأن الطبقة العلوية من الستار وين ملامسة؟ للقشرة الأرضية، والقشرة الأرضية أنها باردة، فأول تلامس بين الستار والقشرة الأرضية شو راح يكون؟ صلب. ليه؟ لأنه الصخور اللي تدوب وتنصهر بدرجة حرارة كتير عالية، وهون عم تبرد شوي، وتؤلف مع القشرة الأرضية ما يسمى الغلاف الصخري. إذا مع القشرة الأرضية، ركزوا معي، يعني القشرة الأرضية والطبقة العلوية يعني الطبقة القريبة من القشرة الأرضية كلهم هدول سموا الغلاف الصخري لأنه صلب، وهو النطاق الخارجي لسطح الأرض ويتكون من الصخور. تمام. هلأ شوف هون الفكرة، النقطة الثانية، تختلف سماكة الغلاف الصخري من منطقة إلى أخرى، مثلا حسب الكرة الأرضية وهي شكلها هاي تختلف، غير أنها قليلة السماكة تحت المحيط. أما الطبقة التي تلي طبقة الغلاف الصخري فسميت بالغلاف المائع. طيب هون في نقطة قبل ما نوصل الغلاف المائع، ليش الغلاف الصخري قليل السماكة تحت المحيط؟ لأنه مثل ما قلنا لما بتكون أنت منطقة هون، لنفرضها هون هاد الستار، تمام؟ وهي القشرة الأرضية، فأنت هون منطقة قارية وجبال وكذا، وبعدين تجي للبحر فهي لاحظوا هون السماكة عالية نتيجة وجود اليابسة والجبال. أما هون البحر فهون السماكة هتكون قليلة، تمام؟ فهي الفكرة ليش عم يقول لك تحت المحيط تكون شو؟ أقل سماكة. هلا تحت الغلاف الصخري تحت هون شو تسمى؟ غلاف المائع. ليش تسمى؟ شو يعني كلمة مائع؟ يمتد هذا الغلاف إلى عمق قد يصل باتجاه لب الأرض. إذن هذا المائع هيك للب الأرض، مائع يعني قريب من السائل، ليس سائلا مثل الماء ولكن إنه ليس صلب، لزج، مائع ليس صلبا. إذن يمتد إلى عمق قد يصل باتجاه لب الأرض، وتكون هذه الطبقة منصهرة جزئيا وتكون أكثر سخونة وأقل صلابة من طبقة الغلاف الصخري، مما يسهل حركة طبقة الغلاف الصخري الباردة فوقها. شوفوا الفكرة هون، نركز على طالما هذا الطبقة اللي تحت الغلاف المائع قلنا هو بالنهاية ليس صلب، ليس قاسي، ماشي؟ فينا نشبهه مثل العسل أو زلال البيض، إنه ما إنه مثل المي، المي سائل وإنما لزج،
تمام. فهون انت لما بتحط شيء صلب فوق شيء لزج، وهذا الشيء اللزج عم يتحرك، تمام، ليه؟ نتيجة دوران القشرة الأرضية. فالشيء الصلب اللي فوقه كمان رح يتحرك، ليه؟ لأنه شيء صلب فوق شيء سائل فبتحسه عم يمشي. أنت إذا عندك مثلا حطيت قطعة ثلج فوق المي بقلب المي، فتلاقي المي قطعة الثلج فوق تطفو عليها، ومدور الكاسة هيك فتلاقي قطعة الثلج عم تتحرك، عم تدور وتتحرك وتضرب ببعضها. هذا الشيء اللي بيصير بالغلاف الصخري. الغلاف الصخري بيتحرك فوق الطبقة المائعة من الكرة الأرضية، طبعا بيتحرك وبيمشي وبيروم من مكان لمكان، ولكن الفكرة باعتباره هو كامل مغلف الكرة الأرضية، فحركته حتكون بالنسبة لنا بطيئة مع الزمن. يعني نحن بتتحرك هي خلال زمن، ولكن زمن الطويل، وبتغير ملامح القشرة الأرضية. نحن هذا الشيء شايفينه من جبال وديان وسهول وهضاب، كله نتيجة هاي الحركة لشو؟ للغلاف الصخري. لما بتحرك من مكان لمكان تيجي اثنين طبقتين صخريات اسماك من الغلاف الصخري بضربوا ببعض، فلما بضربوا ببعض شو بيصير؟ لما بيبعدوا عن بعض شو بيصير؟ هاي الفكرة نتيجة هالحركة. سبب هالحركة بنرجع بنأكد عليه هو تكون أكثر سخونة وأقل صلابة من طبقة غلاف صخري، مما يسهل حركة طبقة الغلاف الصخري الباردة فوقها. ليش بتحرك؟ ليش؟ شو ما سبب إنه يسهل حركة طبقة غلاف الصخري؟ لأنه شو؟ مائعة وسميكة تمتد من عند الغلاف الصخري باتجاه اللب. هاي المنطقة قد وتكون هذه الطبقة منصهرة جزئيا وتكون أكثر سخونة وأقل صلابة، تمام، أكثر سخونة وأقل صلابة. لهيك ماشي الغلاف الصخري اللي فوقها ممكن يتحرك. طبعا شوف، تعال نشوف هون هذا الغلاف الصخري، شوفوا قديش ما عنده سميك كتير رقيق بالنسبة لباقي الأرض. نحن ما عم نقيسه على حالنا، هون لنحكي تقريبا بين 30 ل 70 كيلومتر ماشي هاي السماكة، بس بينما هون نحن عم نحكي على 2500 ل 3000 كيلومتر. لاحظوا الفرق الضخم بالرقم. شوف الغلاف المائع شلون أساسا تلوينه بهاللون بيدلك إنه هو أول شيء صخور حرارته جدا عالية ومائعة وبتدور الأرض بيدور حولها. هاي القسم اللي فوق البارد هذا بيتكون مجموعة من الطبقات بتتحرك وتطفو مثل هيك، تطفو فوق هاي الطبقة المائعة. ما لا، ما سبب طفو طبقة الغلاف الصخري على طبقة الغلاف المائع؟ لأن كثافة الغلاف المائع أعلى من كثافة شو؟ طبقة الغلاف الصخري. طبقة الغلاف الصخري صلبة وهون مائعة، أي أنها لا وشو وما نصب ما نصلب ما نصخرية. هلا ما سبب تحرك الطبقة الخارجية من الستار مع القشرة الأرضية؟ بكل بساطة الطبقة الخارجية هي مع الستار هي شو متعرضة لبرودة القشرة الأرضية فبتتصلب. فلما بتتحرك القشرة الأرضية هي صلبة وهي صلبة متمسكين ببعض بيتحركوا سوا، واثنيناتهم فوق الطبقة السائلة. هلا وصلنا لعند ما هي الصفائح الأرضية، راح نتعرف عليها إن شاء الله في الدرس القادم. له الطلاب أي سؤال ممكن تبعتونا إياه على المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله.